بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل مع بعض يا شباب المحاضرة السابعة في الدورة التدريبية لتصميم محطات تنقية مياه الشرب. زي ما وعدنا، المحاضرة السابعة هي محاضرة بتتناول مثال محلول كامل لتصميم محطة تنقية كاملة، تمام، من أول انتيك لغاية ما ننتهي لجراوند تانك وعملية التعقيم والدوزنج سيستم بتاع الكلور، تمام. والكلام اللي احنا نقول النهاردة في حدود كونك مهندس بروسس، يعني مهندس معالجة او مهندس تنقية، او بتتكلم على البروسس بتاعت المحطة، تمام كده. انما التصميم مش هيقف على كده، التصميم بيكمل. يعني حضرتك سي بتقول والله انا عندي خزان، هدي مثال، عندي خزان مثلا كلاريفلوكليتور، تمام كده. الخزانات عندي خزانين او اربعة وات ايفر، وحضرتك بتقول الخزان ده قطره سي 30 متر، تمام. طيب قلت الكلام ده وقلت السلاج بتاعته قد ايه، والهوبر اللي بتحت هينزل منه سلاج قد ايه، وماسوره السلاج قد ايه، والكلام ده كله خلاص فهمناه. طيب خلص كده الموضوع؟ لا ما خلصش خالص، بالعكس، ده انت حضرتك بدأت بس اول نقطه. طب مين بيكمل بعد حضرتك؟ بيكمل بقى مهندس الميكانيكا ومهندس الكهرباء تحت اشراف كامل من حضرتك، تمام كده. يعني كل سؤال في المحطه هيرجع ليك انت، تمام. اي تغيير في المحطه لازم حضرتك توافق عليه، لان هو الموضوع كله موضوع بروسيس، تمام كده. فحضرتك اللي بتقول البروسيس، وحضرتك اللي بتسايز، بتعمل سايزنج لكل اليونتس الموجوده، ابعاد، طول، عرض، ديبس، عمق، ديامترز، ريتينشن تايمز، كل حاجه، سرعات، تدفقات داخل خارج، كل ده حضرتك عندك الكلام ده. يعني الموضوع كله من اوله لاخره عندك، تمام. بس ده مش معناه ان الكام لوحه اللي انت هتطلعهم هو ده ديزاين المحطه خالص، لا، ده بداية التصميم، تمام. فعشان كده بقول مثال تصميم محطة تنقية كامل، ده بيتناول البروسيس فقط، موضوع البروسيس، ازاي نتكلم في البروسيس. انما لو احنا بنتكلم في محطة كاملة، لا، ده بيبقى ألبوم كامل لمحطة عدد اكتر من 150 او 200 لوحة، ده موضوع تاني خالص، تمام. طيب مهندس الميكانيكا لما ياخد منك الكلاري في الكليتر ويقول لك والله طول في عرض في ديبس، او الديامتر بتاعه كذا والديبس وكذا والكلام ده، بيبدا هو بقى هو اللي بيصمم السكرابر، هو اللي بيصمم الموتور بتاع السكرابر اللي هو الكاسحه، هو اللي بيصمم لو في فالفز مثلا موجوده وشور هيبقى فيه فالفز، تلسكوبيك فالفز او غيره، بيروح على الفلاتر، هو مجموعة المحابس الموجودة، هو اللي بيصيزها وبيحطها في أماكنها، المهندس بتاع الإسكادا لازم يشتغل عليه، البروجرام بيعمله، تمام كده. مهندس الكهرباء هو اللي بيشتغل على الموتورز الموجودة وقدراتها، هو اللي يشوف البامز، اللودينج بتاع البامز، ويبدأ يحمل كل أحمال المحطة ويعمل لها الستاند باي جنريتور، ويشوف الوصلة الكهربائية للتوصيل الكهربي بتاعه هيكون الوصلة الخارجية هتبقى ايه، سواء شركة الكهرباء هتديله، ولا هو هيضطر يعمل هو محول مثلا، كان الكهرباء اللي بره مش نافعة معاه فهيعمل محول عشان يدخل كهرباء معينة. كل ده شغل يا جماعه مش قليل. تاني حاجه، المحطه نفسها حضرتك ما بتعمل لي اوت، ما بتعملوش يعني بروفيشنال زي مهندس الطرق. فالمهندس الطرق ما بياخد الكلام ده، هو اللي بيعمل لي اوت بشكل بروفيشنال، تمام كده، وبيعمل مناسيب بعد ما بياخد شغل المساحه من مهندس المساحه. كل ده منظومه كامله متكامله بترجع في الاخر لحضرتك، بتراجع على ورق، على ورق كل واحد فيهم هو عمل ايه وليه، تمام. ولو في اي حاجه بتاثر على البروسيس عندك، لازم حضرتك توقفها او تعيد النظر فيها او تناقش صاحب العمل، بحيث انه ما ياثرش على المنتج النهائي اللي حضرتك عايزه. لان في الاول في الاخر حضرتك اللي هتتحاسب على جوده الميه اللي خارجه، لان هو كله راجع للتصميم الهيدروليكي اللي حضرتك عملته في البدايه. يا رب يكون كده الصوره واضحه. طيب اخواتنا الشباب الصغير لسه في الكليه بيعمل مشروع، هيبقى مطلوب منك بس اللي انا هشرحه النهارده، تمام كده. انما المهندسين بقى اللي في المكاتب والكلام ده، لا، انا بس بحاول اقدم منظومه كامله، ان حضرتك ما بتشتغل بتدي الشغل ده بس، بعد كده في مهندسين تانيين، جيش من المهندسين بيشتغل وبيرجع لك في كل كبيره وصغيره، عشان لو في تعديل ولا حاجه حضرتك اللي بتفتي فيه، تمام كده. طيب نكمل. ده الماركه بتاعنا يا جماعه، ده الكتاب بتاعي في الووتر ووركس، تمام كده. والمثال ده محلول اوريدي في الووتر ووركس ده وفي المرجع ده، وانا شغال عليه، اوكي. ده اول حاجه اللي هو البايب انتيك. عايز قبل ما ابدا اشتغل على البايب انتيك، عايز معاكم نراجع مع بعض ايه الهيدروليك بروفايل واليونتس، وايه ترتيبها وشكلها عامل ازاي. خلينا نروح نفتح الاوتوكاد. ده المنظر يا شباب، عايز الناس كلها تركز معايا، تمام. ادي عندي البايب انتيك،
ادي مصدر الميه، سحبت الميه بتاعتي، ادي السكرين اهي سحبت اهو تمام كده، وطبعا في تو ليفلز للسحب تمام كده، ودخلت الميه في الماسوره اللي هي بسميها كوندوت بايب تمام كده، رميت لي هنا ادي المضخه رفعت في الرايزنج مين، ودت فين؟ لاول المحطه. يبقى كده خلصت الانتاج تمام كده. دخلت المحطة، أول حاجة هو المحطة إيه؟ الفلاش ميكسينج تانك أو الرابيد ميكسينج تانك، عبارة عن خزان واحد تمام كده، موجود فيه مروحة سريعة جدا، ميكسر خلاط سريع جدا بموتور، كل الفكرة كلها إنه بيخلط لي المية مع جرعة الشابة اللي حضرتك بتضيفها تمام كده، أو جرعة الكواجلانت اللي هو المروب، لأني عايز أعمل أبدأ عملية المزج ما بين المية والمروب هنا في المنطقة دي. تمام، فهي دي عملية الترويب تمام كده. ثم المية بتنزل، طبعا بنقعد هنا من 20 لـ40 ثانية زي ما قلنا قبل كده يا جماعة، زي الكريتيريا بتاع الخزانات ديت، وده هتلاقيه في المحاضرة التالتة. بعد كده رحنا هنا للكلاري فليكوليتور، ادي الكلاري فليكوليتور، المية دخلت من تحت اهي تاني اهو، دخلت في المرحلة الوسطانية دي اللي هو الخزان الوسطاني تمام كده، بسميه الفليكوليشن زون. فليكوليشن زون عبارة عن مراوح بدخل الميه، المراوح دي بتبدأ تقلب الميه تقليب بطيء مش بنفس سرعة الفلاش ميكسينج. الهدف هنا ان الميه جايه ممزوجه اوريدي مع الشابه اللي حضرتك اضفتها، سواء فيريك كلورايد، سواء كان قلم ولا حاجه، يعني ايا كان الماتيريال اللي حضرتك هتستخدمها، هتلاقي الكلام ده يكون في المحاضره الثالثه. فتيجي ببساطه خالص بتقعد الميه هنا تقريبا في حدود نص ساعه، ثم الميه بعد كده بتهدر بتخرج لك للمرحله المنطقه اللي ورا ديت او اللي بره، اسمها السيديمنتيشن زون اللي هي الترسيب. طبعا الفلوكيليشن او التنديف تمام، هي هدفها ان بكون الندف، الندف اللي هي بجمع كل السسبندد سوليدز اللي موجوده في الميه نتيجه ان في شبه، فبتعمل امتزاج تمام كده وبتجمع لي كل الشوائب دي، فبتكون الندف ليها ديامترز اكبر شويه، ليها وزن اتقل شويه. لما بخرجها هنا مرحله السيديمنتيشن بقعدها هنا ساعتين مثلا، من ساعتين لثلاث ساعات، فتنزل الرواسب دي كلها بتقلها تنزل تحت، والميه النظيفه اخدها فين؟ على فوق تمام كده. بجمع الميه النظيفه على فوق بتنزل معايا كده، والسلادج بتنزل لتحت باخدها بعد كده في السلادج تمام كده يا شباب. طيب نكمل مع بعض، ادي الميه النظيفه كملت، راحت فين؟ راحت للرابيد ساند فلتر. الرابيد ساند فلتر ادي المنظر بتاعك تمام، هو في كوريدور في النص تمام كده، بسميه السيرفيس كوريدور تمام، اللي هو اللي بيبقى فيه المواسير والمحابس والكلام ده كله، اللي هو العدد 6 محابس او اكتر او اقل تبعا للديزاينر بيبقى شغال ازاي. في بقى فلتر على يمينك وشمالك، وعدد كبير جدا من الفلاتر، والديزاين بتاعها احنا قلناه قبل كده. الميه بتخش تمام كده، وبتطلع وبتنزل وبتبدا تنزل، وبعد كده باخدها بالدرينج سيستم اللي تحت خالص، تحت الميديا اللي بتفلتر لي الميه، وبجمعها وباخد الميه كلها اوديها فين؟ اوديها على الجراوند ريسرفوار تمام كده. طيب لو عايز اعمل باكوش، بيبقى في عندي خزان بخزن فيه شويه ميه، بسحب منه بدفع الميه من تحت برضو تطلع لي فوق كده، بعد كده اسحب الميه من فوق اوديها للديرتي تانك او الخزان اللي هو الويست، او اطلعها على السيستم بتاع الويست ووتر اللي موجود في الموقع. في اكتر من اوبشن في الحته ديت، كلام جميل. المهم خرجت الميه راحت على الريسرفوار، ادي الريسرفوار بتاعك، دخلت الميه من هنا اهو، وفي هنا دخلت اهي جوه الخزان، ادي هنا في محبس العوامه بيبقى موجود في الفري بورد اللي هو في حدود نص متر فراغ فوق سطح الميه الاقصى، عشان محبس العوامه ياخد راحته، وعشان الصيانه والكلام ده كله، وعشان التهويه ادي لنفسي الشيفتنج ديت، وطبعا في فنتليشن بايبس بتبقى فوق الخزان تمام كده. في اخر الخزان دايما في منطقه السحب بيبقى في حاجه اسمها الاوفر فلو تمام كده. اوكي يا شباب، عشان لو في اي ميه زياده او حاجه باخد الاوفر فلو بيروح للدرين سيستم، او بيعمل سيركلينج بشكل او باخر، بوديه في حته تانية، ممكن اوديه اول المحطه، بوديه لفلاتر، يعني في يعني كل حاجه وليها شغلها يعني، بس التفاصيل دي مش مطلوبه منك دلوقتي تمام كده. طب بعد كده الهاي ليفت بامب او المضخات العاليه تمام كده، او القويه او الاضخم مضخات عندك في المحطه، اللي هي بترفع لك بقى ضغط الميه من الخزان الارضي توديها لك للشبكه تمام كده، سواء بقى عندك خزان عالي، سواء شبكه بس، سواء امتدادات الشبكه، عندك محطات بعد كده انترميديت بامب ستيشن او ليفتنج ستيشن هي اللي بترفع لك الضغط بعد كده تاني. ايا كان دي منظومه ديزاين كامل، اللي هنا منظومه الشبكات، اللي هي ارجع لمحاضرات الشبكات عشان تعرف المنظومه دي
بس هو ده نهايتك في المحطة. انت حضرتك بتعمل بس محطة رفع للضغط من الخزانة الأرضي بترفع للشبكة، بعد كده الشبكات بكل ما لها وما عليها في دورة تدريبية تانية خالص بنتكلم في الشبكات. أوكي يا شباب كده؟ طيب نرجع للدورة التدريبية بتاعتنا تاني وللمحاضرة بتاعتنا وللمثال اللي احنا بنتكلم عليه. أدي المثال يا شباب، طبعا هدي فرصة إن حضرتك تاخد سكرين شوت تمام كده عشان خاطر تبدأ تراجع الكلام ده كله أو تطبعه وتبص عليه. ده يا جماعة شغل إكسل أنا عامله تمام كده، فمجرد ما بحط بعض الأرقام تبدأ المحطة تتصمم عندي. أول حاجة لازم حضرتك تبقى عارف إنك تعمل Population Design أو Population Calculation. يعني إيه؟ إحنا قلنا في المحاضرة الأولى إن في دراسات ليها علاقة بالسكان تمام، فما بتتعملش على طول، بتتعمل لما تكون أنت محتاجها تمام. أنا هنا ما عملتهاش في المثال بتاعي، طب ليه ما عملتهاش؟ أنا عايز رقم ثابت أبدأ يتحفظ في دماغك وتبدأ تشتغل معايا عليه، اللي هو 20,000 مثلا، ده الكيو أفريج. بس حضرتك لو هتشتغل في مكان مثلا مفتوح، المدينة مثلا مدينة في الصعيد تمام كده، محافظة، لازم هتعمل الدراسات السكانية تمام كده، وهتوجد الدراسات السكانية بتاعتك ويقول لك سنة الهدف بتاعك اللي انت حضرتك التارجت بتاعك ايه، سي مثلا 2050 مثلا 2050، سنة 2050 ديت المفروض ان حضرتك تعمل الديزاين بتاع المحطة على اساسها ان هي تخدم الناس في الوقت ده تمام كده. فحضرتك بتبدأ تجيب عدد السكان سنة 2050 تمام، وبناء عليه عدد السكان لما بيجي في الفيوتشر اكيد كمان الكونسامشن بتاع السكان بيزيد في الفيوتشر، زي ما قلنا الكونسامشن ووتر كونسامشن في الفيوتشر في سنه 2050، حاصل ضرب الاثنين بيطلع لك الكيو افريج تمام، هو ده الرقم. فحضرتك المفروض بترجع للمحاضره الاولى في الدوره التدريبيه ديت، وبتعرف ايه هي الطرق اللي من خلالها تقدر تعمل البوبيليشن استادي بتاعك في البدايه عشان تجيب الكيو افريج. اوكي طيب، عندك البيك فاكتور كالمعتاد 1-4، بنبدا نشتغل يا جماعه ديزاين كريتيريا بتاع الانتيك، البايب انتيك عندك هو مفيش اي خلاف خالص تمام. انا مش عايز اضيع في وقت واطول في المحاضره بالزياده، بس مفيش حاجه جديده خالص، كلها ديزاين كريتيريا بسيط جدا وكلام بسيط جدا، حولناه وظبطنا، جبنا ديزاين بتاع السكشن لاين تمام 600 مللي، كملنا، افترضنا ان السرعه بتاعتك في الدليفر 1.5 اللي هو الدفع بعد بعد محطة الرفع الصغرى اللي بتسحب من الانتيك وبترفع للمحطة، افترضت السرعة فيها 1.5 الماسورة دي عشان اعرف اجيب الديامتر والكلام ده كله تمام، وافترضت ان عندك 2 رايزنج مين ماسورتين، الماسورة الواحدة هتعمل 400 مللي، فالسرعة دي طلعت 1.4 تمام. كلام بسيط يا جماعة، مفيش اي حاجة فيه خالص، بالعكس كلام غاية في البساطة تمام كده. مش الحال، كملت هنا ووصلت في الاخر خالص. دايما بعمل حاجه اسمها summary of design. يعني ايه summary of design يا شباب؟ يعني ايه summary of design؟ يعني حضرتك بتلخص المين ايتمز اللي موجوده في الديزاين بتاعك كله، بحيث ان انا لو عايز اراجع عليك تمام ابص على الكلام ده. عندك كام سكشن لاين؟ عندك 2، ديامتر بتاع السكشن لاين واحد كام؟ 600 مللي. طب عندك اللينس بتاع السكشن لاين 20 متر. طب قد ايه عدد المواسير اللي بتدفع الميه من المحطه بتاعه البايب انتيك وبترفعه للمحطه؟ قال لك ماسورتين. ديامتر الماسوره الواحده قال لك 400 تمام كده. اللينس اوف رايزنج مين طوله قد ايه؟ 500 متر، يعني البايب انتيك بعيد عن المحطه تقريبا 500 متر تمام كده. اللوسز اللي هتحصل في المواسير دي لغايه ما اوصل للرابيد ميكسنج تانك قال لك 2.79 متر تمام كده. طيب نخش على اللي بعده، قال لك التصميم الرابيد ميكسنج تانك تمام كده، اللي هو اول نقطه جوه المحطه، اول وحده، اول مبنى جوه المحطه بيستقبل الميه الخام او الميه العكره اللي جايه من المصدر تمام كده. كالعاده الكيو افريج بتاعك، البيك فاكتور بتاعك، بتبدا تعمل ريتنشن تايم، ده ديزاين كريتيريا شباب اللي المفروض الناس تكون عارفاه كويس جدا تمام كده. الديزاين كريتيريا بتاعك اهو انا دايما بكتبه في بدايه كل ديزاين، بحيث ان اللي بيراجع عليا سواء كان مكتب استشاري، سواء كان الدكتور بتاعي في الجامعه، سواء كان المهندس المعيد بتاعي، يبقى عارف ديزاين كريتيريا ازاي. انا عارف ديزاين كريتيريا وده مهم جدا عشان ما يرجعنيش فيه، عشان ما خاطر ما وانا بعوض هنا ما يجيش يقول لك لا مين قال ان هي القلم دوز مثلا من 20 ل 50، ولا مين قال ان الوتر ديبس من 2 ل 3، لا ده ديزاين كريتيريا احنا متفقين عليها واشتغلنا خلاص وانا بعوض بيها. لو عندك مشكله قول لي هنا المشكله، لان تعويضي كله في اللي جاي متوقف على الايه؟ على الكلام ده كله. حتى اللي تشيك لو بعمل تشيك ولا حاجه بعمل برضه تشيك متوقف على الكلام ده. فالريتنشن تايم من 30 ل 60 حضرتك لازم ترسبكت الايه؟ الارقام دي. لو عندك مشكله في البدايه قول لي، قول لي هي مش 30 ل 60، هي حاجه ثانيه. اوكي؟ طيب الديزاين كريتيريا بتاعتك ما خلاص، والهيدروليك ديزاين هو يا جماعه مفيش اي جديد خالص بالعكس تمام كده. بعد ما حضرتك بتشتغل بالريتنشن تايم وبتجيب الابعاد، بتروح تجيب الاكشوال ريتنشن تايم ده اللي تشيك بتاعك،
فطلعت في حدود 44 ثانيه. حضرتك كنت بريدها 40 طلعت 44، اصلا هي من 30 ل 60، وبالتالي انت في السيف سايد بتعمل كالعاده سمري للديزاين بتاعك بالايتمز الرئيسيه. هنا في حاجه اسمها الفري بورد، قلنا نص متر. هنا يا شباب لينا واقفه مع بعض نص متر. ركز معايا انت، كلمه نص متر حلوه وجميله ومفهومه، بس ان حضرتك ما بتيجي تشتغل بترجع لمهندس الميكانيكا. تمام، حضرتك عملت الديزاين نص متر، تمام، وعملت الديتيل بتاعك نص متر، وطلعت اللوحه بتاعتك على هذا الاساس، ما هوش قران يعني. حضرتك ما بتقفش كده تقول والله ما هعدل، لا خلاص كده. ليه؟ لان مهندس الميكانيكا اللي بيصمم الوحدات الميكانيكيه بعد حضرتك هو اللي بيجيب المحبس العوامه، هو اللي بيجيب هو بيعمل الصيانه، هو اللي بيعمل تقديرات الصيانه بتاعته، وال السلالم الصيانه والاكسس دورز والكلام ده كله، تمام. فهو ببساطة خالص بيبدأ يشتغل مع الاستراكشر انجينير على الحتة دي، اللقطة دي. فوالله شايف ان النص متر ده كتير، مش عايز هو نص متر، عايز 20 سنتي بس. حضرتك بتيجي هنا وترجع تقول 20 سنتي، تمام كده، 20 سنتي كفاية، تمام، لان احنا مش عايزين نزود خرسانات على الفاضي. نص متر رقم كبير مش قليل. والله ساعات يقول لك لا انا هعمل محبس عوامي من النوع الفلاني، وبالتالي الدراع بتاعه هياخد ارتفاع كذا، وبالتالي انا محتاج لا 60 سم. فحضرتك تيجي تعمل 60، ممكن 70، ممكن 50، ممكن 40، تبعا للمهندس الميكانيكي، لان احنا مش عايزين نزود خرسانه وخلاص. لو حضرتك زودت دبس على الفاضي يبقى حضرتك بتزود في تكلفه المنشا هاب هازارد، يعني كلام فارغ وملهاش اي لازمه، تمام كده. طب خلاص اوكي متفقين. نخش يا جماعة على الوحدة التالتة اللي هي الكلاري فلوكيليتور، تمام كده، اللي هو خزان اللي فيه التنديف وال الله ينور السيديمنتيشن او الترصيب، صح كده. كالعادة بحط الداتا بتاعتي والبيك فاكتور، او دي الفلو ودي البيك فاكتور، بعد كده بقول الديزاين كاريتيريا. عندك اتنين للديزاين كاريتيريا اللي هي الفلوكيليشن زون والسيديمنتيشن زون. طبعا احنا فاكرين التنشن تايم هنا من 20 ل 40 دقيقه، بناخدها تقريبا 30 دقيقه. ادي الدبس، ادي الايه السرعه الراديال اللي هو داخليه من اقل من او تساوي 0.3 متر سكند، وانا بصمم يا جماعه وحتى بركز قوي في الحته ديت عشان الناس تاخد بالها من متر سكند ديت، تمام كده. بعد كده بتخش على السيديمنتيشن زون بنفس السيكونس بالظبط، الريتنشن من ساعتين لثلاث ساعات بنفس السيكونس بالظبط اللي احنا شرحناه قبل كده، مفيش اي تغيير فيه خالص. سكرين شوت، تمام كده اوكي. خش على اللي بعده. هنا بنبدا الهيدروليك ديزاين اكوردنج للديزاين كريتيريا اللي هي الصفحه اللي فاتت. الهيدروليك ديزاين بتاعك بيبقى بالشكل اللي انت شايفه، بصمم الفلوكليشن زون الاول، بخلصها للاخر، بعمل تشيك التشيكات بتاعتي على الريتنشن تايم، تمام كده، بعمل تشيكات على الفيلوستي الراديال، تمام كده اوكي. وبعد كده بروح على السيديمنتيشن زون، تمام كده، وبعمل التشيكات بتاعتي الاساسيه على الفيلوستي، وبعمل تشيك كمان على الريتنشن والسيرفيس لودنج ريت والوير لودنج ريت، تمام كده. حلو، كلام جميل جدا، مفيش اي مشكله خالص هنا. يعني متهيألي من التصميمات البسيطه قوي السيديمنتيشن او الكلاري فولوكليتور بصفه عامه، سواء في الكليشن زون او سيديمنتيشن زون، بسيطه جدا. في عندك الوير ديزاين اللي هو يا جماعه الهضار اللي الميه بتهضر عليه من السيديمنتيشن زون وبتطلع فيه للشانل الخارجيه عشان خاطر تتجمع وتبدا تنزل في الماسوره وتروح على الفلاتر، تمام كده. ده الديزاين بتاعها، سكرين شوت، وابدا بص على الديزاين بتاعها، بسيط جدا، اللي هي الفي نوتش، تمام كده، اللي هو على هيئه في نوتش يا جماعه، او هيئه مثلثات. الناس اللي في المشروع فاهمه الكلام ده، والناس اللي درست الكلام ده واتخرجت وعايزه ترجع ليه، بسيط جدا، ما فيهوش اي مشكله خالص. سكرين شوت والكلام ده كله بسيط، ودي المعادله اللي احنا بنطبقها اللي هي معادله الفي نوتش، تمام كده، اخدناها في منهج الهيدروليكس. الناس تسترجع الكلام ده اللي هو 5 على 18 في السي دي تان سيتا على 2 جذر 2 جي في اتش اس 5 على 2، تمام كده. والتعويض بسيط، ما فيهوش مشكله خالص، وكل حاجه من دول موجوده، تمام. طيب السلادج هوبر ديزاين ده يا جماعه اللي هو الجزء التحتاني خالص في الخزان واللي بيتجمع فيه السلادج عشان ابدا اسحبه، تمام كده، اللي هو القمع اللي تحت خالص في الخزان من تحت خالص، ده الهوبر، تمام كده. وادي الديزاين بتاعه، مفيش اي مشكله خالص، طبعا بيتوقف على السسبندر سوليد الموجوده، تمام كده اوكي. وحضرتك بتفترض الريموفر ريشيو بتاعك بتاع السلادج من جوه، الريموفر ريشيو من جوه الخزان بتبقى 90% تقريبا، ده افتراض، في ناس بتفترضها 80، في ناس بتفترضها 95، اتس اب تو يو، تمام. وبتبدا تشتغل وبتطلع في الاخر دبس الهوبر تقريبا بيبقى 1.19. في ناس ما بتعملش الكلام ده كله، بتشتغل على طول ان
الهوبر ده بيبقى واحد يعني من تحت واحد ومن فوق 3 متر، والعمق بتاعه بيبقى 1.5 ولا حاجة. ده اتس اب تو زيم يعني، بس الصح انك تعمل ديزاين كامل. طبعا حضرتك بتعمل عدد مرات السحب بتاع السلادج في اليوم، تقريبا كام مرة في اليوم؟ نفترض ان هي 3 مرات. طبعا مجرد بس ما بتبدأ تشتغل وتتابع المعادلات، اعمل سكرين شوت وطبع الكلام ده وابدأ اشتغل عليه. موضوع بسيط جدا، مش محتاج اكتر من انك تركز بس 5 دقايق في المعادلات، هتلاقي الموضوع بسيط جدا جدا جدا. اوكي، بعد كده يا شباب السمري بتاع اللي انا قلت ده كله في الخزان، هو الفلوكيليشن او الكلاي فلوكيليتور. فلوكيليشن زون، سيدمنتيشن زون، حضرتك حاطط المين ايتمز تمام، سواء عدد الخزانات، سواء الدبس بتاع الميه، الديامتر بتاع التانك اللي هو الفلوكيليشن زون نفسه 11.5 متر تمام كده. هنا نفس الكلام، عدد الخزانات هنا اكيد هنا هو هنا، لان ده داخل ده جواه صح كده، فعدد 2 2. الووتر ديبس قلنا ده 2.5، قلنا دايما بنفترض ان هو ايه، ده زائد ايه 1 متر تقريبا، يبقى 3.5 تمام كده. الديامتر ده شور هيبقى اكبر من الديامتر ده تمام كده، لان ده اللي بيحتوي ده. اوكي، بعد كده التشيكات بتاعتك اهي، قيم حضرتك بتعمل بس يعني بتعمل ملخص عشان خاطر اللي عايز يراجع عليك، او المهندس الميكانيكا او المهندس الكهرباء عايز يشتغل، فبيبص على الكلام ده كله سريعا سريعا عشان يبدا يشتغل هو، يعمل سيلكشن للتولز اللي هيبدا يحطها جوه الخزان، سواء سكرابر او موتورز او بامبس او مواسير وات ايفر، هيطلع الديتيلا بتاعته شكلها ايه تمام كده. الويل ديزاين نفس الكلام، والسلادج هوبر ديزاين نفس الكلام. اوكي، خش يا جماعه على اللي بعد كده اللي هو الرابيد ساند فلتر. بنفس السيكونس، حضرتك بتحط الداتا، بتحط البيك فاكتور، بتبدا تحط الديزاين كريتيريا اللي احنا اخدناها قبل كده واتكلمنا فيها كلها، اعمل سكرين شوت للكلام ده كلها بالكامل اهي قدامك. بعد كده بتبدا تديزاين حاجه حاجه، الفلتر دايمنشن تمام كده، قلنا من 8 في 8 ل 8 في 5 دي اقصى ابعاد عندك تمام، وبتبدا تشتغل عليها، بتطلع عدد الفلاتر، بتشوف الباك ووش قد ايه، سي واحد يبقى عدد الفلاتر التوتال 6 تمام كده، والريت اوف فلتريشن بيبقى 140 تمام. حضرتك اصلا افرضته في الاول 150 وبناء عليه جبت الاعداد دي كلها، فحضرتك بعد كده عملت التشيك بتاعك طلع 140 تمام كده. اوكي، واشتغلت على هذا الاساس. المفروض طبعا الريت اوف فلتريشن بيبقى كام، من 120 ل 180 خلاص كده. لما حضرتك فرضته 150 بعد ما جبت الاعداد دي كلها، طبعا كانت 4.6 خليتها 5، فهي دي اللي خلت ال 150 اصبحت 140. والريت اوف فلتريشن هو معدل الترشيح او سرعه المرشح في ترشيح الميه او دخول الميه بين الميديا وخروجها من الفلتر تمام. ارجع لمحاضره الترشيح عشان تعرف الكلام ده كله تاني. بعد كده بتعمل اير باك ووش، ازاي بتغسل بالهواء، كميات الهواء والكلام ده كله، معادلات بسيطه جدا يا جماعه، مفيش اي مشكله فيها خالص. بعد كده بتعمل الووتر باك ووش، ازاي بتغسل بالميه تمام، ومده الغسيل بتاعه الميه 10 دقائق وهنا 5 دقائق بالهواء تمام كده، ودايما الهواء بيسبق الميه. وفي بعض المدارس بتعمل ايه، بتعمل هواء وميه في نفس الوقت، بس انا من مدرسه والافضل عندي بيني وبينك يعني ان افضل ان انا بعمل الهواء الاول تمام، ثم بعد كده بعمل الغسيل بالميه، وساعات بدخل الهواء مع الميه في التاني، ولكن الافضل لازم تعمل هواء في الاول لوحده لازم خلاص كده. بعد كده الباك ووش جاتر، وقلنا الجاتر يا جماعه هو التشانل اللي فوق الفلتر واللي انا بدخل من خلالها الميه، وبعد كده بسحب عليها ميه الباك ووش. هنا الاندر درين سيستم اللي هو بسحب من خلاله ميه اللي اتفلترت تمام كده، وبعد كده من خلاله برضو نفس الاندر درين سيستم بدفع فيه الميه بتاعت الباك ووش عشان خاطر ترجع وتغسل الميديا من تحت لفوق، ثم تخش في الجاتر وارميها بره في الويست او الديرتي تانك او الويست سيستم، ويست ووتر سيستم اللي موجود في المحطه. هنا الباك ووش تانك يا جماعه اللي هو ده الخزان اللي المفروض انا احط فيه كميه ميه معينه عشان خاطر اغسل بيها الفلاتر كل اول باول، يعني كل فلتر بيخرج بره الخدمه. واحنا قلنا قبل كده ان الفلاتر رابد سان فلتر تقريبا كل 24 ساعه بتتغسل غسله، كل فلتر بيتغسل كل 24 ساعه تمام كده، ده الاغلب العام تمام، وده بيتوقف على انتاجيه الفلتر وعلى الضغط اللي خارج من الفلتر، بس اغلب العام في الفلاتر عندنا انتاجيه الفلتر قد ايه، لما بتتناقص انتاجيه الفلتر بعرف ان هو محتاج يتغسل، وده اغلب الظن بيبقى بعد 24 ساعه تقريبا تمام. والفري بورد زي ما اتفقنا ما هوش حاجه فيكسد، حضرتك ممكن تغير فيها زي ما انت عايز اكوردنج للديسكشن بينك وبين الاخ مهندس الميكانيكا والاستراكشر. اوكي، الديرت ووتر تانك اللي هو الميه الباك ووش يا جماعه، اللي ميه الغسيل بعد ما اغسل وتطلع الميه بوديها للووتر او الديرتي ووتر تانك تمام كده.
يا سامر يا شباب، زي ما اتعودنا انا ببساطة خالص بحط كل الداتا اللي انا قدرت اوصلها في الديزاين بحطها ورا بعض، بحيث ان الراجل اللي هيراجع عليا الخص له الحدوته كلها ويبص ويشوف الارقام ويراجع مراجعة اخيرة قبل ما يديني الكونفيرم ان شاء الله على شغلي. نيجي للديسنفكشن، التعقيم يا شباب. هنا عندي حاجتين: حالة نادرة الوجود زي اللي احنا هنشوفها دلوقتي، نادرا ما تحدث. ايه هي الحالة اللي نادرا ما تحدث دي؟ اللي انا قدامها دلوقتي اللي هو اعمل كونتاكت تانك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا الحالة دي بتحصل لما يكونش عندي خزان ارض في المحطة، بمعنى انا مش هعمل تخزين في المحطة، لا انا هعمل كونتاكت تانك وادفع الماي دايركت، تمام كده، ارميها بره المحطة، تمام، في شبكة، تمام كده، اوكي. يعني عملت تنقية ودفعت الماي دايركت بره المحطة، تمام، ببامب معينه، ورفعت لاي كان، هروي بقى بالميه ديت، يعني مش هعمل تخزين جوه المحطه. وده نادرا ما يحدث، قليل جدا جدا جدا، بس حصل، بس صعب تحصل، تمام، كتير. حصلت مره او مرتين انا قابلتها قبل كده، مش هيعملوا خزان جوه المحطه. طب التخزين فين؟ قال لك التخزين في خزانات عاليه، تمام كده، او محطات رفع انترميديت متوسطه في اماكن تانيه، تمام، والحقن بتاعها بيكون في جراوند تانك جوه المحطات دي، وبالتالي محطتك الرئيسيه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش خزان ارضي. يبقى حضرتك بتعمل ايه؟ ساعتها بتعمل حاجه اسمها الكونتاكت تانك، بمعنى ان حضرتك بتعمل ديسنفكشن تانك بتحقن فيه الكلور، تمام كده، او الماده المعقمه بتاعتك، الاغلب العامه هتبقى كلور، تمام كده، اوكي. ادي ديزاين كريتيريا بتاعك، ما فيش اي مشكله فيه خالص، وادي جرعه الكلور من 1 لـ 5، تمام. مده البقاء هنا في الكونتاكت تانك ده من 20 ل 30 دقيقه، يعني نص ساعه اقصى حاجه، تمام كده، وبعض الكتب بتقول لك 40 دقيقه. بتعمل الهيدروليك ديزاين بتاعك ومن خلاله للكونتاكت تانك ده، ومن خلاله بتشوف كميه الكلور اللي حضرتك محتاجها قد ايه، تمام كده، اوكي. ادي السوليوشن بتاع الكلورين اللي هو المحلول الكلورين اللي حضرتك محتاجه 25 35 لتر لكل ساعه، تمام كده، بافتراض ان التركيز حضرتك هتشتغل 10%، تمام كده، اوكي. طيب حضرتك ببساطة خالص بتعمل السمري بتاع الكلام ده، خلاص كده، اوكي، متفقين متفقين، مفيش أي مشكلة خالص، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. طيب لو رحنا بقى للخزان الأرضي، لو إحنا بقى عندنا خزان أرضي في المحطة اللي هو اللي جاي دلوقتي ده، لو عندك خزان أرضي في المحطة أنت في غنى عن الكلام ده، يعني مش هتعمل كونتاكت، تمام. يعني ليه؟ لأن حضرتك هتحن أصلا في الخزان الأرضي، فإيه اللي إيه اللي يخليك تعمل كونتاكت تانك؟ خلاص كده، فاهمين؟ خلاص، يبقى ديسنفكشن ساعتها هيبقى جوه مين؟ جوه الجراوند ووتر تاني او الجراوند ريسيرفوار، تمام كده. حضرتك بتعمل ايه؟ بتخزن الميه وبتحقن فيها الكلور، تمام كده. وبالتالي طبعا حضرتك ما تقول لي خزن الميه، خزن الميه ده معناه ايه؟ خزن الميه ده معناه 24 ساعه على الاقل تخزين، او 8 ساعات او 10 ساعات، وات ايفر. فانت حضرتك عديت المده، تمام، اللي حضرتك محتاجها للتخزين، تمام كده، اللي هي وللحقن بتاع الكلور وللميكس بتاع الكلور مع الميه وللتعقيم نفسه اللي هو 20 30 دقيقه. فحضرتك خلاص يعني جاست ان انت حقنت الكلور في الخزان، فحضرتك خلاص تعديت المده المطلوبه اللي انت محتاجها عشان خاطر الكلور يعقم الميه بتاعتك، تمام كده. فعشان كده مش هنلجا للريتنشن تايم بتاع الكونتاكت، هنلجا للديزاين كريتيريا بتاعتنا، تمام، اللي هو بتاعه الجراوند تانك المعروفه اللي هو اللينس والويدز والريتنشن تايم بتاعك من يوم ليومين، الووتر ديبس بتاعك من اقل من 5، ممكن ساعات يبقى الاستراكشر ديزاينر يقول لك لا خليها 6 7 براحتك ما عنديش مشكله، البارتيشنز بتاعك ما تقلش عن 2 وده لازم عشان الصيانه، واتكلمنا الكلام ده كتير قوي يا جماعه. فهنا يا جماعه ببساطه خالص الكلور هنحقنه في الخزان ده، تمام، فهتعمل الحسابات بتاعه الكلور الاخيره دي، المنطقه بتاعه الكلور، تمام كده، هنا كده بتعمل الحسابات بتاعتك، تمام، في الخزان هنا عشان تعرف جرعه الكلور هتضيفها قد ايه، تمام، وبتضيفها هنا على الخزان الاخير بتاعك، ماشي كده يا شباب. نرجع تاني هنا اهي، تمام. فببساطة خالص حضرتك بتحن الكلور في الخزان الارضي لانك مش في حاجة للخزان الكونتاكت او خزان التعقيم اللي هو منفصل، خلاص كده واصلة. طيب ادي الهيدروليك ديزاين بتاعك، خطواته اللي احنا متعارفين عليها كلها بالكامل، وبعد كده حضرتك بتشتغل على سمري وتعمل لي خزان واحد، البارتيشنز بتاعتك كان قد ايه؟ 4، حضرتك عملت الووتر ديبس بتاعك كام؟ 5، عملت اللينس اوف بارتيشنز كان 40، والويدز بتاع البارتيشن كام؟ 35. كمان كده يا شباب، في مشكله؟ يا رب ان شاء الله ان شاء الله يكون الموضوع بسيط وسهل، تمام كده. المثال اللي احنا قلناه النهارده هو مثال هيفيد اكتر مهندسين المشروع،
في كلية الهندسة، الناس اللي بتتعرف لأول مرة على تصميم محطة تنقية هيفيدهم كتير جدا، الناس اللي حابة تخش المجال برضه هيفيدهم كويس أوي إن شاء الله، إنما الناس البروفيشنال لأ، هيعرفوا إن الكلام ده هم عارفينه أوريدي قبل كده، ولكن هم محتاجين يخشوا أكتر مع الميكانيكا والكهرباء عشان يعرفوا الديتيلز أكتر، ويعرفوا اللوحات بيطلع فيها خطوط إيه والكلام ده. ده مش المرحلة دي، يعني ممكن إن شاء الله نعمل كورس كامل للموضوع ده بعدين، مش المرحلة دي خالص. المرحلة الجاية إن شاء الله نبدأ نشتغل على الأدفانسد تريتمنت ديزاين أو بريفيكيشن ديزاين، تمام كده، فور ووتر. ده إن شاء الله هيبقى كورس تاني خالص هنشتغل عليه. محاضرتنا السبعة كده خلصت، المحاضرة الجاية بإذن الله هتبقى آخر محاضرة في الدورة التدريبية لتصميم محطات تنقية المياه الشرب، هتتناول المحاضرة الثامنة التكنولوجيز او التكنيكس الجديده في تنقيه المياه. هناخدها كده يعني اوفر تايتل او اوفر لاينز اوت لاينز، بحيث ان الناس تبدا معانا كده تفهم ان في انظمه تانية غير الكونفنشنال سيستمز اللي هي التقليديه اللي احنا درسناها دلوقتي، لا ده في حاجات تانية ادفانسد ومهمه وشديده وجميله جدا، ان العالم كله بدا يشتغل بيها، والعالم العربي او الميدل ايست مينلي بدأوا يحطوها في الكونسبت بتاعتهم، وواحدة واحدة كده هتبدأ تتطبق إن شاء الله. فإن شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ نتكلم على الأدفانس سيستمز الموجودة في أعمال تنقية مياه الشرب. شكرا يا شباب، وأشوفكم على خير إن شاء الله. سلام عليكم.